40 الحديث الأخير عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا يعني غير مختونين بهمًا ما معهم شيء ما معهم شيء إذا حفاة عراة غير مختونين بهمًا ما معهم شيء قال قلنا وما بهمًا قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا يدل على أن بعض أهل المحشر اقرب إلى الله من بعض من آخرين يعني ماذا يقول وهذا من عظمة رب العالمين هذا موضوع الشاهد أنا الملك أنا الديان انا الملك انا الديان ولا ينبغي لاحد من اهل النار ان يدخل النار وله عند احد من اهل الجنه حق حتى اقصه منه ولا ينبغي لاحد من اهل الجنه ان يدخل الجنه ولاحد من اهل النار عنده حق حتى اقصه منه حتى اللطمه قال قلنا كيف وانما وإنا إنما نأتي الله عز وجل عراة عراة غرلا بهما فكيف سيكون القصاص؟ كيف سيكون التعويض؟ ما معنى شيء؟ ما في دينار ولا درهم قال بالحسنات والسيئات رواه الإمام أحمد وذكره البخاري مختصرا معلقا وحسنه المنذري وابن القيم والعراقي وابن حجر والصحاح الألباني وهذا الحديث الذي رحل جابر بن عبد الله شهرا الى الشام واشترى بعيرا خاصة خاصا لهذا لهذه السفرة ليسمع من عبد الله بن انيس هذا الحديث قال بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا شوف هذا هذا يعني درس من جابر رضي الله عنه لطلبة العلم كيف تحمل المشاق لطلب العلم فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت اليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فاذا عبد الله بن انيس هذا حديث عظيم في القصاص واقتصاص الخلائق بعض من بعض بالحسنات والسيئات فلا يجاوز الجسر ظلم ظالم حتى يقتص منه فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ثم وفيت كل نفس فكيف إذا جمعناهم اليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب حتى يقتص للبهائم والحيوانات من بعضها البعض كما قال عليه الصلاة والسلام لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء صاحبة القرون رواه مسلم وعن ابي ذر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى شاتين تنتطحان فقال يا ابا ذر هل تدري فيم تنتطحان؟ قال لا، قال لكن الله يدري وسيقضي بينهما رواه احمد وحديث صحيح. وقال عليه الصلاه والسلام من كانت له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم، ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمل عليه رواه البخاري وحديث أتدرون ما المفلس؟ مع أن عنده صلاة وصيام وزكاة لكن يأتي وقد شت قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم قوله أنا الملك أنا الديان الملك بيده ملك السماوات والأرض الديان الحكم الحكم الذي يجازي ويحاسب إن خيرا فخير وإن شرا فشر وقول ثم يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب هذا فعلا شيء معجز البعيد والقريب سواء في السماع يسمع من بعد كما يسمع من قرب وبعض الخلق أقرب إلى الله وهو ينادي العباد أنا الملك أنا الديان عظمة عظمة سبحانه العظيم